مالكم قاعدين ساكتين ليه؟ كلموا نقولوا ايه؟ يعني نقولوا اي حاجة بدل ما احنا كاننا قاعدين في ميتم، نقصنا مكر. حد يقول وحدوه طب؟ وحدوه لا اله الا الله اخوي. روح ابوي، انت ليه ما دخلتش موضوع مصطفى الغريب؟ عشان تصرف من غير ما يرجع لي، ودي حاجة غلط. أنا ما متش عشان يعمل حاجات من ورايا، بالذات لو كانت حاجة تودي في داهية. يعني أنت اللي في رجلك إنه تصرف من وراك وإنه كان هيودي نفسه في داهية؟ بس إنه كان عايز يقتل علي معدية معاك؟ أنا ما قلتش كده يا جليلة، ولا عايزة تجاوليني أي كلام عشان تزعلي وخلاص. وهعوز أزعل ليه؟ ما هو ده اللي أنت قلته. أمال أنت قلت إيه يا غفران؟ قلت اللي قلته. عاوز توصل إليه يا جليلة، عايزة تعرف لو كان في رجلي إنه كان هيموت ولا لأ؟ لا يا جليلة، مش في رجلي. ولو كان قتله بس رجع لي الأول، ما كنتش هزعل يا جليلة. عايزة تسمع حاجة تاني ولا خلاص؟ لا خلاص، بس خليك عارف حاجة، أنا اللي قلبه بيكره إخواتي قلبي بيكره. هو قلبك لسه بيحبني يا جليلة؟ قبل اللي قلته على علي ولا بعده؟ فرقة؟ أمال دي فرقة، وفرقة قوي كمان، وفرقها واضح كيف الفرق بين نور الظهر وعتمة الليل. علي أخوي، والدم اللي بيجري في عروقه هو نفس الدم اللي بيجري في عروقي، واللي يشوفه مكروه ويسكت يبقى بيقهرني. ما تجيبيش سيرة القهر يا جليلة، عشان لو اتكلمنا فيها هنفتح على بعض مشاكل كتير قوي. أفضل أقولك عملتي وعملتي، وفي الآخر مش هنوصله لحاجة. لا نفتح ولا نكفله، هيك دي حلوة قوي. وعلي أخوي مش محتاج حد يقف في ظهره ولا يجيب له حقه. علي جاب حقه بيده، وبدل المرة اتنين، الأولى لما اتغلط في أم مصطفى راح وعرفه مقامه قدام الخلق، والتانية لما بعت ناس تقتله عمل اللي يتحكي عنه سنين، وكان أبو الرجال والد عتمان الغريب، وخد اللي هجموا عليه المركز في شولكي في الجمح، وديها مصطفى في الحج وأكلته من هنا ورايح هتبقى عيش وعدس. كيف وأكلت عساف الغريب 20 سنة؟ غفران بيه. خير يا صالح. ست عزيزة الغريب، تعيش انت؟ هتلاقي علي قلبه نشج عليها، غلبان عليه، عمال بيحصل له حاجات ورا بعض. تفتكر عينه صابته يا جليلة؟ يلا يا حمزة نشوف هنعمل ايه. الله يرحمها بنت عمي، طيبة وغلبان. رايح عاصف حتة، هتفضل هنا؟ يعني ايه؟ يعني مش هحضر غسل وعزا بنت عمي؟ ايه دي الأصول؟ محروق الأصول على اللي يعمل بيها. قلت ما رايح عاصف حتة. خلاص، عشان خاطر يطلع يوضك واحنا هنعمل الواجب. مفيش عشان خاطر، هتقعد عشان انا قلت. أنا هطلع أوضتي وهفضل هنا، بس عشان خاطر حمزة، مش عشان أنت قلت يا غفران.